السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية عضو مجلس الشيوخ الموريتاني المعلومة بنت الميداح، حيث أخضعتها للاستجواب. وكانت الشرطة قد استدعت يوم أمس عددا من الصحفيين والمديرين الناشرين ونقابيين، حيث استجوبتهم في قضايا مختلفة. قال الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبد الله المحمد الملقب النهاه إن شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية استجوبته حول مصادر تمويل المنظمة وما إذا كانت تتلقى تمويلا من جهات خارجية. وأضاف النهاه في تصريح لقناة المرابطون أن الشرطة استجوبته حول علاقاته برجل الأعمال الموريتاني محمد البعماتو، وأنها أبلغته أنها ستستدعيه حينما ينتهي المحضر لتقديم الملاحظات وتوقيعه أو إذا احتاجته للاستجواب. قال الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا الساموري والبي إن الشرطة استجوبته مساء أمس حول مصادر دخل الكونفدرالية والجهات الممولة لها وعلاقات الكونفدرالية بجهات التمويل الوطنية والخارجية. وأضاف والبي في تصريح لقناة المرابطون أن الشرطة وجهت له سؤالا حول علاقاته بالبعمات وما إذا كانت الكونفدرالية تواجه مشاكل مالية. أطلقت مبادرة معا للحد من حوادث السير حملة في نواكشوط للتحسيس بمخاطر حوادث السير في البلاد، وتشمل الحملة تحسيس السائقين باحترام قوانين المرور وعدم الإفراط في السرعة. وقال القائمون على الحملة إنها ستشمل نقاطا مختلفة في العاصمة خصوصا، وستتضمن توزيع ملصقات ومنشورات للتوعية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثالثة. موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.